الإشادة بالعمل الميداني للجمعيات خلال جائحة كورونا هو ما أجمع عليه المشاركون في المؤتمر الوطني حول دور المجتمع المدني في نشر الوعي ضد كوفيد-19 في إطار مشروع الاستجابة التضامنية الأوروبية للجائحة في الجزائر. بفضل عمل كل الشركاء في الجزائر و بالخصوص وتكلم بقوة المجتمع المدني، المجتمع المدني والجمعيات اللي كانت لها فرصة هنا قدمت لنا في سكيكدا وفي بوسعادة وفي تمرست في مدن دول ما نذكرها، كلهم عملوا معنا وساعدونا، وبفضل العمل تاعهم في الميدان، بفضل العمل التحسيسي، بفضل العمل اللي داروه في الميدان، أصبحنا الجزائر الحمد لله بالنسبة لهذا الوباء ومحاربة هذا الوباء في مرتبة لا بأس بها. L'Union européenne a mobilisé l'année passée 43 millions d'euros pour approvisionner du matériel pour faciliter des formations des professionnels mais aussi pour financer les actions de la société civile pour sensibiliser la population. دور المجتمع المدني في التحسيس من وباء كورونا جاء عبر مختلف النشاطات الميدانية في مختلف ولايات الوطن طيلة فترة الجائحة، سواء ما تعلق بالتحسيس بالإجراءات الوقائية أو ما تعلق بحملة التلقيح. منذ بداية الكوفيد في الجزائر كانت الجمعية حاضرة بمتطوعيها في الميدان في عملية تحسيس وعمليات توزيع الكمامات، صناعة الكمامات، ثم تبعنا كل مراحل تطور هذا الفيروس. اليوم نتشرف بوجودنا هنا في هذا البرنامج، هو يوم ختامي وحوصلة على كل الأنشطة التي قامت بها الجمعية في إطار هذا البرنامج. في التدخل تاعنا كانت سون ايكيب ملتي ديسيبلينار، حنا كنخرجوا نديروا عملية التحسيس ماشي غير على الكوفيد، دونك كاين البرامج الاخرين تاع الفياج تاع الباليوديزم، يعني احنا فرصه لينا، يعني كي نديروا انفستيغاسيون نجيبوا كاع المعلومات اللازمه، نعطي لهم كاع النصائح اللازمه. اليوم وبعد تراجع عدد الاصابات بكوفيد-19 تسعى الوزارة في هذه الخطوة إلى تشجيع عمل الجمعيات الناشطة في الميدان كشريك فعال في مواجهة الأزمات.